أشهر اختبارات الحياة إن طول ما أنت ماشي هتلاقي صراع ما بين مصلحتك ومبادئك. الصالحين في رحلة الحياة أخذوا قرار ألا يغلبوا المصالح على المبادئ، بل المبدأ هو الأهم. سيدنا المغيرة بن شعبة قبل الإسلام كان في الجاهلية في رحلة مع بعض الناس من قبيلة أخرى، فاختلفوا فقتلهم كلهم وخد فلوسهم، وهو راجع قابل بعض الصحابة كلموه عن الإسلام فرق قلبه فأسلم، فراح للنبي يسلم ويديله الفلوس، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فنقبله، وأما المال فلا حاجة لنا فيه، فقد أخذ غدرا. رغم شدة احتياج سيدنا رسول الله لكل قرش في بداية الدعوة لبناء الدولة وإيواء فقراء المسلمين، لكن مفيش أي مبرر لقبول هذا المال اللي مصدره مش سليم. لن نتنازل عن المبادئ من أجل تحقيق المصالح، لأن الإنسان إذا تنازل عن المبادئ من أجل تحقيق المصالح ده بيقدح في توكله على الله سبحانه وتعالى. وهو الغش إيه؟ الغش في الشغل، ولا الغش في الامتحان، ولا الغش في التجارة؟ ما هو إلا تنازل عن مبدأ الأمانة لتحقيق مكسب غير مشروع. وصدق ربنا لما قال: إنا هديناه السبيل. عندك طريقين في حياتك: إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. شكر لربنا إنه يعطيك المبدأ، إما تتمسك بيه أو تتنازل عنه، وده كفر بالمبادئ. ليس كفرا بالله، اسمه كفر بالمبادئ، يعني عدم اهتمام وإنكار للمبادئ. وربك يقول: وهديناه النجدين، يعني عنده طريقين: طريق الحق وطريق الباطل، واللي يفصل عدم تغليب المصالح على المبادئ. يساعدك على اختيار مبدأك وتغليبه على مصالحك عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الانتهاء من تقدير الأرزاق قد تم. هترزق بإيه ماديا ومعنويا مكتوب، وعليك فقط السعي بالحلال للوصول له. وبيعك لمبادئك من أجل تحقيق مصالحك ده إخفاق في أحد أهم اختبارات الدنيا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل أن تختار المبدأ وتغلبه على المصلحة لو تعرضه. فعاهد ربك على محاولة النجاح في هذا الاختبار، إن شاء الله يعينك. وهفكرك بحديث سيدنا رسول الله لما قال: أيها الناس، إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد أمرتكم به، وليس من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وإن روح القدس الأمين، يعني سيدنا جبريل، نفث في روعي، يعني أوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أطلب بالحلال، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وما أشرف الإنسان الطائع الذي إذا تعارضت المبادئ مع المصالح غلب مراد الله هو المبادئ. فاللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واجعلنا ممن اشتروا رضاك، حافظوا على محبتك، واتبعوا أمر نبيك.